نهار 12 جانفي في جاي معناتها تلبيه للدعوه اللي اطلقتها حمله فاشن السنه، واولا للمطالبه مطالبنا الاساسيه واللي هي ارجاع الاسعار لما كانت عليه، تشغيل فرد من كل عائله معوزه، تمتيع المعطلين على مل بالتغطيه الصحيه والاجتماعيه، وفتح ملفات الفساد. لكن انضاف اليها جمله الموقوفين اللي تم ايقافهم خلال الفتره الماضيه. عندنا في الحمله اكثر من 75 موقوف، منهم الموقوف احمد ساسي اللي تم اعتقاله من داره معناتها واتهامه بتكوين وفاق. اليوم للاسف البوليسيه معناتها حاولوا يقمعونا وحاولوا يتصدوا للوقفه السلميه نتاعنا. عندنا صف اول، عندنا جنود، وعندنا مقاتلين، وعندنا معركيه، وجينا باش نسقطوا قانون الميزانيه. وهما عندهم صف اول وصف ثاني وثالث ورابع، لكن هذا ما هوش باش يرهبنا الى المرور الى الولايه. وصلنا اليوم بالضبط الى 75 ايقاف، فيهم برشا تلامذه. عندنا اليوم انا كنت الصباح في المحكمه، واحد من قدماء اتحاد الطلبه اللي هو احمد ساسي تم ايقافه قدام داره بتهمه تكوين وفاق، وقت ما نجموش يشدوا المجرمه الكل يشدوا احمد ساسي اللي هو معناتها طالب قديم في الاتحاد العام لطلاب التونس، كان قيادي في ابن شرف. احنا راهو الحمله هذه فاش نستناو، الطالب ضد الترفيع في الاسعار، الطالب باسقاط قانون الماليه هذايا، تطالب بالتشغيل، تطالب بالتنميه المحليه والجهويه، يعني مجموعه كبيره من المطالب، وتحتج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. بالنسبة لحجم الإيقافات حسب ما صرحت به وزارة الداخلية نفسها، كان فما تقريبا 700 إيقاف. من الإيقافات هذوما ما نعرفوش يعني إذا كان كلهم إيقافات تتعلق بأشخاص يعني كانوا منخرطين في أعمال عنف ولا نشطاء سياسيين، وعندنا معلومات تأكد أنه فما العديد منهم اللي هما نشطاء سياسيين أو نشطاء في حملة فاش نستناو. دونك اللي معناتها الإيقافات في بعض الأحيان تتسم بالعشوائية وما هيش يعني سلطة على الأشخاص اللي قاموا بأعمال عنف فقط. العباد هذه ما وراها حد، الناس تقول ثم شكون وراها الفقر، وراها التجويع، وراها البطالة، وراها اللي أغلبية الساحقة من المحتجين معناها أصحاب شهادات معطلين على العمل. يذكر جيدا، يذكر حكومة 2012 2013، يذكر اغتيال شكري بالعيد كيفاش صار شاية نتعة، وكيفاش تسيبت ميليشيات في الليل وتكسر بنفس الطريقة وبنفس الآلية ونفس معناها في نفس بريسك في نفس الأماكن.